سيرفيس، نرجو المتابعة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تبدأ وزارة التموين والتجارة الداخلية تطبيق خدمة جديدة، وهي إتاحة استخراج بطاقات التموين بدل الفاقد أو التالف أو الفصل الاجتماعي من أي مكتب تموين تابع للمحافظة دون الاقتصار على المكتب التموين محل إقامة صاحب البطاقة. على أن يتم تطبيق هذه الخدمة اعتبارا من غدا الاثنين 1 يناير 2018 بالتوازي مع خدمة استخراج البطاقات من خلال الرسائل القصيرة بالمحمول. إليكم تفاصيل الخبر. من حق المواطن التقدم بطلب لاستخراج بطاقة تموين بدل تالف أو فاقد أو فصل اجتماعي من أي مكتب تموين بالمحافظة المقيم بها دون الاقتصار على مكتب تموين محل الإقامة الخاص به. ثانياً، سيتم تطبيق خدمة استخراج البطاقات الزكية بدل الفاقد أو التالف أو بطاقات الفصل الاجتماعي اعتبارا من غدا الاثنين 1 يناير 2018 من أي مكتب تموين تابع للمحافظة التي يقيم فيها صاحب البطاقة. ثالثا، في حالة إصدار بطاقة جديدة لمن ليست له بطاقة تموين وفقا للشروط، سيتوجه المواطن الراغب في الحصول على البطاقة إلى مكتب التموين التابع له لربطه على مكتب التموين. رابعاً، يتم استخراج بطاقات التموين الجديدة حالياً لمن ليست له بطاقة، وذلك وفقاً للقرار الوزاري الذي حدد بعض الفئات لاستخراج بطاقات جديدة لهم، وهي الفئات الأكثر احتياجاً. خامساً، تم نقل قاعدة البيانات الخاصة بالمواطنين المستفيدين من دعم السلع التموينية من الشركات المنفذة لاستخراج البطاقات إلى وزارة التموين، وذلك لمنع التلاعب في بيانات المستفيدين. سادساً، فرض غرامات على الشركات في حال تأخرها في حال إصدار بطاقات بدل التالف أو الفاقد أو الفصل الاجتماعي أو البطاقات الجديدة عن الميعاد المحدد. سابعاً، تقدر الغرامة على الشركات بقيمة الدعم المخصص للبطاقة، وفي حالة تكرار التأخير ستكون قيمة الغرامة 3 أضعاف، وفي المرة الثالثة سيتم فسخ العقد مع الشركة غير الملتزمة. تنويه: وقد كانت وزارة التموين أعلنت الأسبوع الماضي عن نظام متابعة استخراج بطاقات التموين عن طريق الرسائل القصيرة، بحيث يتم إخبار المواطن بمراحل استخراج البطاقة، وأن استخراج البطاقات سيستغرق 2 أسبوع فقط، وفي حالة رفض استخراج البطاقة سيتم إعلام المواطن بسبب الرفض حتى يتمكن من استكمال الأوراق المطلوبة، وفي حالة تأخر الشركة في استخراج البطاقة يتم فرض غرامة على الشركة بقيمة الدعم الشهري للبطاقة. لا تنسوا في النهاية، إذا أعجبك الفيديو أو استفدت منه لا تنسى الاشتراك في القناة بالضغط على زر سبسكرايب او اشتراك او ثم لمتابعة الجديد دائما وسلاقة متابعة الفيديوهات الخاصة بنا اضغط على زر الجرس، واذا كان اعجبك الفيديو دوس على لايك، هذا يعتبر دعم لنا لكي نستكمل عرضنا وتقديم المزيد من المعلومات في شكل خطوات. والى اللقاء في فيديو جديد معلوماتي من قناة اسلوبي سيرفيس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. انتهى التقرير، ونشكر قناة أسلوبي سيرفيس على تقديم هذه المعلومات الهامة دائما، وندعوكم من طرفنا بالاشتراك في قناة أسلوبي نيوز وأسلوبي سيرفيس ومجموعة قنوات أسلوبي لكي تستفيدوا دائما من المعلومات التي نقدمها، ونلقاكم في فيديو جديد ومتجدد، وإلى اللقاء.